خوتي السلام عليكم، معكم حمزه المولوع من قناتكم كما ديما. انتوما كتشوفوا واش كتسبق تبارك الله، الله يعطينا الخير، اللهم سقينا الغيث. وايا اما طويره اش كيعوم، وهو الوليد عطيه شي عوم بل يبغيهم حطيت ليهم، ما عنديش مشكل انه يعوم في البارد ولا في الشتا ولا حيت اصلا الفرخ ملي كيكون في الخلا راه كيعوم الوقت اللي بغى. وثاني حاجه الا كان الطير عنده المناعه ديالو قويه وبحال الوطواط بحال هكا ماشي مشكل، الحموميه هانيه. اما الطيور الاخرى راه صعيب عليها الحال، ماشي تشوفني انا كنعوم وطواط تمشي تشد مقنين تعومها ولا دي. بالنسبه للدراري اللي ما تيعرفوش، اما الموالي راه كيعرفوا كيفاش يجيروا الامور ديالهم. المهم الاخوان كما كتشوفوا ها هو راه عام بل يبغي يقاد الريش ديالو من الصباح، هو كيفش في الريش ديالو باغي يعوم. احنا عطيناه قدمنا ليه الدوج، واو تبارك الله. شوفوا الاخوان الطير اللي عنده المناعه ما تخافش عليه، الطير اللي عنده المناعه قويه وعارف راسك شنو مطلع مربي والماكله اللي كتعطيه وداك الشيء راه بطبيعه الحال الطير ما تخافش عليه، راه غيبقى بخير. راه حيت هو في الخلا اصلا من شجره لشجره على ما كتوصلوش الشا، ما يمكنش ما توصلوش الشا في الخلا، ضروري ما كتهود عليه الشا. وكاين الفرخ اللي تيفزك. المهم الجسم ديالو والمناعه ديالو والقوه ديالو ديال التحمل هي اللي كتلعب دور. والحمد لله حنا راه نحطو لهم الدوش نعطيوهم يعوموا ديما. نتوما تشوفوا ماش ندخلوا عليكم حتى شي حاجه، داكشي كامل اللي كنعيشوه مع مراش نتقاسموا معكم، لا في الصيد لا في التربيه لا في. وان شاء الله مازال غادي نزيدوا لقدام، مازال غادي نزيد لكم فيديوهات اخرين وغادي نوصلوا معكم شي حوايج كيفاش تتعامل مع الوالد اللي كان باقي صغير لحم بزاف، كيفاش توكلوا. خصني نجيبهم باش نوريكم بالمباشر، باش نوريكم كيفاش غنتعامل معاهم، ندير لهم واحد الحلقات ديالهم مثلا سلسله ونبقاو تابعينهم حتى يفدقوا ان شاء الله باذن الله. ومهم الاخوان كنتمنى ما نكونش ثقيل على قلبكم، وعاونونا بالجيم وسبسكرايب، واللي كان يلاه شاف الفيديو يدير ابوني راه ما فيها باس اخوتي، وبلا بكم حنا راه والو. وشكرا لجميع المتتبعين سواء اللي كيبغيونا سواء اللي ما كيبغيوناش، وشكرا لكاع الموالع فيما كانوا، تحيه ودانيه وتحيه ديال الولاد. معكم حمزه المولوع.